نشرة الخامسة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يترأس جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحتها. تعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وقطر، افتتاح أول معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة القطرية الدوحة. بولاية إليزي وضمن جهود الاستجابة لانشغالات المواطن، مستشفى جديد بسعة 60 سرير يدخل الخدمة قريبا بدائرة برج عمر إدريس. المخزن يتبنى ضمن الإجماع قرارا أمميا يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إقرار بالانفصام الدبلوماسي الخطير، ويغرق في مستنقع التطبيع ويواصل تأجيج الشارع المغربي. في فلسطين المحتلة، استشهاد 20 فلسطينيا في قصف صهيوني على جباليا وبيت لاهيا. وفي لبنان 13 شهيدا في غارة صهيونية على محيط مستشفى بيروت. أهلا بكم من جديد. بداية، ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحتها، وهذا بحضور رئيس اللجنة البروفيسور عدة بو نجار مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام وزير الصحة عبد الحق سايحي، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي. وعقب استقباله من قبل السيد رئيس الجمهورية، أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته البروفيسور عدة بو نجار أنه قدم لرئيس الجمهورية عرضا حول برنامج عمل اللجنة لسنة 2024-2028. لقد تشرفنا بلقاء السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قدمنا له عرض عمل اللجنة 2024-2028، ويتمثل عمل اللجنة في 5 محاور. المحور الأول وهو الوقاية، المحور الثاني وهو الكشف المبكر، المحور الثالث وهو التشخيص المبكر، المحور الرابع وهو التكفل بمرضى السرطان ومسار المريض، لا بريزون شارج دي مالاد كونسيرو اي لو باركور دي باسيون، والمحور الخامس هو البحث في مجال السرطان، لا روشيش اونكولوجي. كما اسدى السيد رئيس الجمهوريه تعليمات بتحضير مرسوم رئاسي للتكفل بجميع ورفع جميع العراقيل التي المرتبطه باكتناء الادويه والمستلزمات الطبيه وكذلك الكشوفات. كما اعطى السيد رئيس الجمهوريه موافقته واوامر وتعليمات للتكفل وزاره العمل عن طريق الاكناس بالعلاج الاشعاعي لمرضى السرطان الاطفال، للاطفال يعني لا دو ثيرابي اونكولوجي بيدياتريك. دعما للمنظومة الصحية بالمناطق الجنوبية وبغية الحد من معاناة تنقل المرضى إلى المدن المجاورة بحثا عن العلاج، تعززت دائرة برج عمر إدريس بولاية إليزي بمستشفى جديد يتسع لستين سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات في المجال الطبي، سيدخل الخدمة قريبا. إبراهيم بالخير. مرفق صحي جديد سيتدعم به قطاع الصحة بدائرة برج عمر إدريس شمالي ولاية إليزي، مستشفى بسعته 60 سرير لضمان التغطية الصحية والحد من التنقل المستمر للمرضى بحثا عن العلاج. نشكرهم جزيل الشكر على الوقفة هذه اللي فتحوا لنا الاستعجالات، ولا مارنيتير نتاع انسان احنا نساوي الشيء اللي يتوفى في الطريق ربي عالم به. هذا بينا مستقبلا يكونوا فيها جميع الاختصاصيين في برج عمر إدريس. نجمع يا طباب جاهز من طباب ونكاك على الولية. أميرة أنا الصبيطر مدى بينا إن شاء الله دا مبادرة دتقلاد هنا داسين الطبة على خاطر نمغاطر تنهول لأن مغاطر تنهول
الديقلان. بغلاف مالي يفوق 160 مليار سنتيم تعرف الأشغال تقدما كبيرا بمختلف أقسام هذا المستشفى، في وقت تحرص السلطات المحلية لولاية إليزي على اقتناء أحدث التجهيزات الطبية وفتحه جناح الأمومة والاستعجالات كمرحلة أولى. قبل نهاية نوفمبر وراح نتقدم إن شاء الله بملف للسيد وزير الصحة باش نفتحوا على الأقل مصلحتين، مصلحة الاستعجالات ومصلحة الولادة في أقرب وقت، في انتظار انتهاء من أشغال قبل نهاية السنة وابتداء من السنة المقبلة إن شاء الله سوف يكون مستشفى بكامل الصلاحيات وعنده إدارة، عنده مدير، وتبقى لو بي اس بي يبقى يتكفل كل ما هو لسال دو سوان قاعات العلاج. المرفق الجديد يعد واحدا من بين المشاريع المستدامة بالمناطق البعيدة والذي يعكس اهتمام الدولة بصحة المواطن. وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وقطر وتعريف السوق القطرية بالمنتجات الجزائرية، افتتح اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة معرض المنتجات الجزائرية تحت شعار الجزائر في الدوحة بمشاركة 150 مؤسسة وطنية تعرض مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة بما في ذلك المنتجات الغذائية الصناعية والحرفية التي تشتهر بجودتها وتميزها في الأسواق الدولية. التظاهرات الاقتصادية الجزائرية بالدوحة التي تنظمها شركة تصدير فرع مجمع السافكس بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة قطر أشرف على افتتاحها وزير التجارة وترقية الصادرات رفقة وزير البيئة والتغيير المناخي القطري رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين سفير الجزائر بقطر رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وكذا رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين. وقد شهد معرض المنتجات الجزائرية بالدوحة التي أو الذي سيقام في الفترة من 22 إلى 26 من أكتوبر الجاري شهد حضورا كبيرا للجالية الجزائرية بقطر. اليوم هذا المعرض جاء كذلك تتمة لهذه ورقة الطريق الموجودة بين البلدين من أجل يعني وضع مخطط عملي لشراكة حقيقية لعلاقة تبادل تجاري، علاقة رابح رابح. اليوم من خلال تنظيم أول معرض جزائري في دولة قطر المكون 150 شركة لتمثل كل القطاعات المنتجة في الجزائر اللي عرفت رواج كبير وإنتاج كبير خاصة فيما يخص الدخل القومي وحتى الاكتفاء الذاتي للمواد الجزائرية والتصدير، لأن في الآونة الأخيرة بلوغنا لهدف 7 مليار دولار وتصديرنا لبرنامج مستقبلي حتى 2030 إلى ما يقارب 30 مليار دولار هو بناء على هذه أول الشركات اللي راهي تنتج في الجزائر، لكن أيضا بناء على العلاقات الشراكة اللي حتكون بين الجزائر وقطر ودول أخرى. وعلى ضوء جملة التسهيلات الجمركية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة تأتي أهمية تقنين عملية الاستيراد التي رخصها مجلس الوزراء بالنسبة للمواد الأولية في الصناعات الحيوية. سهام مسرز. نظام ألسيس أو ما يعرف بنظام Algerian Customs Electronic System هو نظام جديد تعزز به قطاع الجمارك لتسهيل عملية التصدير والاستيراد. هذا النظام الجديد يقوم على مبدأ خفض التكاليف وتقليص وقت معالجة الملفات الجمركية، حيث تجدر الإشارة إلى تقليص مدة معالجة التصريحات الجمركية حسب طبيعة البضاعة، خاصة إذا كانت بضائع عبارة عن مواد أولية تدخل في شبكات التصنيع. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن عملية المعالجة لا تتجاوز اليوم أو يومين إذا كانت البضاعة عبارة عن مواد أولية واسعة الاستهلاك أو موجهة للاستهلاك النهائي. يمنح نظام ألسيس تسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين بما فيهم المستوردين للمواد الأولية المستخدمة في الانتاج والصناعات الحيوية. كاين تحسينات، أنا ليا بيرسونيلمون
سهل علينا بزاف امور في منصه رقميه ندوزو لا ديكلاراسيون تاعنا وكيكون ميم لا ليكيداسيون من قبل كنا اوبليجي نروحو نكتب تاع الجمارك باش نكملوا الاجراءات نقصت كما يقولوا ربحنا وقت ربحنا تعب بروغراميو لنا لا فيزيت نجو كي تكون مواد اوليه يسهلونا في عمليه التفتيش والجمركه ونقوم باخراج السلعه نقوم بتسهيل عملية الكشف عن الحاويات المستوردة بالنسبة إلى المتعاملين الاقتصاديين وهذا في إطار تسهيل الإجراءات الجمركية على مستوى ميناء الجزائر التجاري. نظام ألساس من ضمن الأنظمة الرقمية لقطاع الجمارك سيسهم في تحسين وترقية الصادرات والواردات خارج قطاع المحروقات. فلاحيا ومع انطلاق حملة الحرث والبذر بولاية جيجل سخرت المصالح الفلاحية كل الإمكانات لإنجاح العملية وسط توقعات بمردود وافر يقول عبد الرحيم شمعوني. مع انطلاق عملية الحرث والبذر يعول فلاحو ولاية جيجل على رفع التحدي وزيادة مردودية الإنتاج بما يضمن موسما فلاحيا ناجحا تماشيا ومرافقة الدولة للنهوض بالقطاع. كما راكم تشوفوا الدولة كايمة بالفلاح، الدولة تعاون الفلاح، الفلاح راه يتعب ويشكى وينال كاش ما يوفر الإمكانيات لبلاده الاكتفاء الذاتي. كل الظروف يعني مواتية والحمد لله كلش موفر من البذور والسميدة يعني في جهود باش نرفعوا في الإنتاج هنا على أكل على مستوى ولايتنا باش نحكوا الاكتفاء. اتخذنا جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بإنجاح هذا الموسم على غرار توفير جميع المدخلات من بذور وأسمدة الموضوعة تحت تصرف الإخوة الفلاحين كذلك الشباك الموحد من أجل توفير كما نقولوا الدعم المالي لهذه العملية إضافة إلى العتاد الفلاحي الموجه خصيصا للإخوة الفلاحين الذين لا يمتلكون عتاد. الأهداف التي سطرت بالنسبة لموسم 2024-2025 هي 2000 هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. قمنا بتصدير برنامج للمتابعة التقنية مرافقة الفلاحين من بداية تحضير التربة إلى غاية حملة الحصاد والدرس. تضافر جهود مختلف الفاعلين والعمل بالتقنيات الحديثة واحترام المسار التقني كفيل بتحقيق موسم متميز في إنتاج الحبوب. وبغية انتهاج أساليب علمية وتقنيات حديثة في المجال الفلاحي تسعى المعاهد المتخصصة إلى تجسيدها من خلال خرجات ميدانية ودورات تكوينية تهدف إلى إنتاج وافر من المحاصيل الزراعية. مصطفى هتهت. تطور النشاط الفلاحي وانتهاج تقنيات حديثة في الزراعة المكثفة وأنظمة السقي المقتصدة للمياه والمكافحة البيولوجية جعل من الإرشاد الفلاحي ضرورة لمرافقة الاستثمار في قطاع الفلاحة. الفلاحة في ولاية ورقلة راه توجهت الفلاحة الكبرى في الحبوب في الزيت في السكر في الحمضيات في البطاطا في الحواج هذه الاستراتيجية ماذا بينا تكون تقنيين يكونوا هنا في ولاية ورقلة قريب لينا. ومن أهداف الإرشاد الفلاحي للموسم الجديد تطوير الإنتاج الحيواني من خلال التعريف بالتقنيات الحديثة للتربية الحيوانية. احنا من المهام نتاع المحطة متابعة الفلاحين تقنيا وميدانيا فيما يخص مثلا توزيع اليرقات، المشاركة في الدورات التكوينية، الأيام التحسيسية اللي خاصة بالتربية المجال تربية المائيات. وجود المتابعة الصحية الطبيب البيطري وتواجده 24 ساعة على 24 ساعة خلى الإنتاج الحيواني خاصة في شعبة الأبقار يزيد بطريقة هائلة في بالنسبة لورقلة. ويأتي إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في مقدمة الاستثمار الفلاحي بورقلة وللإرشاد الفلاحي دور مهم في تطوير هذه الشعبة. هناك وجود المعاهد لتداس، هناك وجود إطارات على مستوى المقاطعات ومستوى المديرية والغرفة، هذو كلهم يعني يقومون يعني ب هذا الإرشاد لفائدة الفلاحين من أجل يعني استعمال التقنيات العصرية. ويعرف الاستثمار في قطاع الفلاحة بورقلة تطورا في كل موسم جديد سواء بالنسبة لتوسيع الأراضي الزراعية أو بالنسبة لتنوع المحاصيل وجودتها.
أحياء لليوم الوطني للمتبرعين بالدم المصادف للخامس والعشرين أكتوبر من كل سنة، وتحت شعار التبرع بالدم انضموا إلينا لإنقاذ الأرواح. نظمت الوكالة الوطنية للدم بالتعاون مع الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم ملتقى وطنيا للتحسيس بأهمية التبرع بهذه المادة الحيوية وإسهامها في إنقاذ الأرواح. الهدف تاعنا نرسخوا هذه ثقافة التبرع بالدم في مجتمعنا، هذه الحملات باش نزودوا مراكز حقن الدم بهذه المادة الحيوية باش تكون موفرة للمريض تاعنا. وصلنا إلى 15 متبرع في الألف، وهي نسبة لا بأس بها إذا ما قرناها إفريقيا. نسبة التبرع بالدم في الجزائر وهي تقارب 15 بالألف. المنظمة العالمية للصحة تنصح على الأقل 10 بالألف، يعني بالعشرة. نحن يعني استطعنا أن نقفز. الخامسة متواصلة وتتابعون في اقتصادها اليوم. ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر سبتمبر الفارط، والجزائر تحتفظ بالصدارة في إمداد أوروبا بالجي أن أل. النشرة الاقتصادية في تقديمها لكم لينا بالعيد. إليك لينا. شكرا لعلجة، نلتقي بعد هذا الفاصل. أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم. البداية بقطاع الطاقة، حيث عرفت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا كبيرا في شهر سبتمبر الفارط، وحسب الوكالة المختصة S&B فقد بلغ حجم الصادرات 700 ألف طن من الجيانال، أي ما يعادل 13 شحنة. وتشكل صادرات الغاز المسال الجزائرية مصدر إمداد رئيسي لعدد من الدول الأوروبية. اعتمد المشرع في البيان التمهيدي لقانون المالية لسنة 2025 على صندوق ضبط الإيرادات كآلية لتعزيز استقرار المالية وتحقيق التوازن، ويستخدم الصندوق في الفترات التي تشهد تراجعا في أسعار النفط. وأظهرت التقديرات في الآونة الأخيرة أن رصيد حساب صندوق ضبط الإيرادات فاق 3687 مليار دينار جزائري، أي ما يفوق 27 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023. ويدل هذا الرقم على التطور الإيجابي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتعزيزا للمكتسبات في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، انطلقت بجامعة باجي مختار بولاية عنابة جولة هواوي كلاود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للابتكار، وبالمناسبة اتفاقية مشتركة لتطوير مهارات الطلبة في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي. المتابعة لسلمى خيواني. بهذه التوقيعات المتبادلة بين جامعة باجي مختار بعنابة وهواوي الجزائر، والتي تم الانخراط بموجبها لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، انطلقت فعاليات جولة هواوي كلاود. تعتبر فرصة قيمة جدا وين نقدر نزود المكتسبة تاعنا، وخاصة ندرك الانتقال العالمي للكلاود وغير ما إلى ذلك، وخاصة أنه أنا نحتاجها كمشروع. يعني نحكي منا على الانطلاقة الجديدة تاع المشروع تاعهم لهواوي أكاديمي، مسابقة ICT تاعهم، المسابقة العالمية باش نشاركوا فيها إن شاء الله، بالإضافة إلى انطلاق المشروع تاعهم الجديد اللي هو أول مرة في الجزائر هواوي كلاود. مناسبة سانحة لجامعة باجي مختار عنابة بصفة عامة، وحتى يستفيدوا من خبرة هذه الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع شركة هواوي الجزائر لتكوين الطلبة الجزائريين وفقا لأحدث تكنولوجية الإعلام والاتصال، لتنمية مهاراتهم في صناعة التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.
تواجدنا اليوم هنا لهدفين أساسيين. الأول لتأسيس أكاديمية ICT لتشجيع أكبر عدد من الطلبة والشباب والتطرق إلى كيفية تمكينهم من التكنولوجيات مثل البيج داتا والكلاود والذكاء الاصطناعي. هذا البرنامج سيستفيد منه الطلبة المبتكرون حاملي المشاريع المبتكرة وكذلك الشركات الناشئة الطلابية التي تخرجت من الجامعة. يأتي هذا الحدث في إطار التعاون الدولي الذي تسعى إليه الجزائر في مجال التكنولوجيا بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير قدراتها في هذا المجال. الآن نستعرض أسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت نهار اليوم في هذا العرض السريع. نتابع الآن آخر تداولات أسهم الشركات المدرجة في البورصة لنهار اليوم. جدد مجمع ستيلانتيس التزامه بدعم النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال مصنع فيات لتركيب السيارات بولاية وهران، وتعهد المجمع باستحداث مناصب شغل معتمدا على خبرته وتوفير مركبات تلبي احتياجات السوق المحلية. وأكد مدير التسويق بمصنع وهران أنه سيتم التكفل بطلبيات شهري سبتمبر وأكتوبر بدءا من شهر نوفمبر المقادم. دوليا، دعم كبار صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من خفض أسعار الفائدة، لكنهم اختلفوا حول وتيرة الخفض أو النطاق الواجب بلوغه. وأكد بعض المسؤولين أن البنك المركزي سيواصل تعديل السياسة النقدية لتتناسب مع المسار الذي يتخذه الاقتصاد الأمريكي. ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية في ختام تعاملات أمس الاثنين، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.23 دولارا لتصل عند التسوية إلى 74 دولارا و70 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.94% مسجلة 70 دولارا و56 سنتا للبرميل. وصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء قرب مستوى قياسي بلغته الجلسة السابقة وسط حالة من عدم اليقين بخصوص الانتخابات الأمريكية والتوترات الراهنة في الشرق الأوسط وتوقعات بخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملة الفورية بنصف نقطة ليسجل 2733 دولارا للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.3% إلى 2746 دولار و20 سنتا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري.
نهاية النشرة الاقتصادية، السلام عليكم. شكرا لك لينا. في تتمة أخبارنا وفي قضية الصحراء الغربية التي تحصد مزيدا من النجاحات الدبلوماسية والتضامن الدولي، حيث يعرف المنتدى النقابي الدولي للمتضامنين مع الشعب الصحراوي في طبعته الثانية، يعرف مشاركة قوية للمتضامنين من شتى بقاع العالم. عمار توجين. تحت شعار عمل تضحية وفاء لاستكمال التحرير والبناء، انطلقت فعالية الطبعة الثانية للمنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي، حيث جاء المنتدى كجبهة نقابية دولية مرافعة لحقوق العمال والشعب الصحراوي. يميز هذا المنتدى هو هذا حجم المشاركة النقابية غير مسبوق، 45 نقابة من أكثر من 21 دولة. هذا بحقة تحول كبير جدا، ويعزز ويؤكد ويظهر بما لا يدع مجال للشك يعني حجم التضامن النقابي الذي تحظى به القضية الصحراوية، وبالتالي هو اعتراف من العالم النقابي واعتراف من الحركات العمالية بعدالة القضية الصحراوية. التجربة العمالية الصحراوية ومسار وتطورات المنظمة العمالية وغيرها من العناوين العريضة لمختلف الورشات التي احتضنها المنتدى، والتي عبر فيها جل المشاركون عن التضامن المطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. نعبر عن دعمنا ونتبادل الأفكار فيما يخص الشعب الصحراوي. موضوع حقوق الإنسان حاضر، وهنا نعبر كما عبرنا دائما عن انشغالنا حيال هذه الوضعية. نعبر هنا عن تضامننا مع الشعب الصحراوي وقضيته، ولا يمكننا إلا أن نكون إلى جانب كفاح هذا الشعب، وسنعمل في نقابتنا في فرنسا على التحسيس بالقضية الصحراوية. نؤمن أن هذا الكفاح مرتبط بمدى حفاظ الشعب الصحراوي على وحدته، والأكيد أنهم سينتصرون في نهاية المطاف، ونحن ندعم هذا الشعب الجد رائع. اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب في ذكره الخمسين بالنسبة لنا هو اتحاد شقيق، ونعتقد أن حضورنا كذلك يساعد، ونتطلع للتعلم من جمعيتهم ونهجهم ومقاومتهم. القيم النقابية هي قيم عابرة للحدود. تواجدنا في اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب تعبير على تضامننا مع الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الحرية. ليعد هذا المنتدى فضاء قانونيا للمرافعة النقابية الدولية الداعمة والمساندة لعدالة القضية الصحراوية. والقضية الصحراوية العادلة تنتصر من أروقة الأمم المتحدة في قرار للجنة تصفية الاستعمار الأممية يقضي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذي قوبل بإجماع الأعضاء ومنهم المخزن. باريزا جلامتا. فصل جديد من فصول الانتصارات والمكاسب للشعب الصحراوي في حقه العادل، تلتها مخرجة هامة من لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، انبثقت عنها 24 قرارا يتضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، والتي كانت من ضمن بنودها التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللاصقة بالقضية الصحراوية، كما يؤهل الشعب الصحراوي في ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال برعاية الأمم المتحدة، والتي أثبت مسؤوليتها الدائمة والثابتة حيال الشعب الصحراوي. اللافت هنا أن مخرجات لجنة تصفية الاستعمار الأممية حظيت بتوافق تام بين جميع الدول الأعضاء بما فيها الدولة المحتلة، وهو ما يضعها في تناقض صارخ أمام الرأي العام الدولي، وهي التي كانت دائما تعارض كل المبادرات الجزائرية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. فعدم اعتراضها على القرار الأممي يعكس حالة الانفصام والتخبط الدبلوماسي الذي يعيشه الاحتلال المغربي.
مخرجات لجنة تصفية الاستعمار الأممية فارقة في مسار نضال الشعب الصحراوي وعدالة قضيته تأتي عقب انتصار قانوني وقضائي على المستوى الأوروبي. فقرارات محكمة العدل الأوروبية الذي انتصر لصالح الشعب الصحراوي أكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل تماما عن المغرب. عهد جديد تدشنه القضية الصحراوية يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة كقضية تصفية استعمار كآخر مستعمرة في إفريقيا. ونظام المخزن يسلب بني جلدته ممتلكاتهم وعلى فقره يقتات ليقدمها قربانا لكيان محتل. فوزيتاش. لم يكتف المخزن المغربي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني سياسيا والتملص من هويته، بل ما فتئ يغرق في وحل أفعاله ليدعم بشاعة الكيان اقتصاديا، وهو يشن هجوما وحشيا على قطاع غزة. موانئ المخزن المغربي لم تتوقف في تمويل الكيان بالمنتوجات الاستهلاكية، فحسب تقارير إعلامية كشفت عن 25 شركة مغربية تمول الكيان الإسرائيلي ب113 منتجا غذائيا تحت غطاء اتفاقيات اقتصادية، في المقابل حصار على الأبرياء في فلسطين. وارتفاع صادرات المغرب نحو الكيان الإسرائيلي 150%. السيد الوزير، هناك شركات إسرائيلية صهيونية عاملة في المغرب ومعروفة، وهي الشركة المتخصصة في الأمن والتي تقترف جرائم فظيعة ضد الشعب الفلسطيني، وهي موجودة ومقرها موجود في العدد من المدن المغربية. منذ الوقوف أمام دعم الكيان الصهيوني في خليج عدن والبحر الأحمر، عزز المخزن المغربي من صادراته الفلاحية نحو الكيان الصهيوني الذي بدأ يسيطر ويستغل ويستولي على الأراضي الفلاحية من شركاته التي ارتفع عددها في القطاع الفلاحي بالمغرب منذ إعلان فضيحة التطبيع التي سقطت على الشعب المغربي كالصاعقة. بأن الشركات الإسرائيلية تستحوذ على 85% من هذا المجال، شحال غادي تكون ديال الشركات الإسرائيلية داخل المغرب؟ أنا تيجي في البال ديالي تقريبا بالآلاف بالآلاف، وتستحوذ على عصب ديال المدى، تستحوذ على العصب ديال هذا المجال الاقتصادي. وبالتالي المغرب لا يستطيع الحد، باعتبار أن هناك شركات وازنة تسيطر على هذا المجال وليست الشركات المغربية. أرواح تقتل وبيوت تدمر، وموانئ المخزن المغربي تغذي الكيان الصهيوني وتملأ سلته الغذائية. فهل يدرك المخزن أنه بات الفاعل لا المفعول به في معادلة الصهيونية التطبيعية؟ والنظام المخزني الذي يدير ظهره لاحتياجات شعبه الرازخ تحت كابوس الفقر والجوع يسهر على ضمان الأمن الغذائي للكيان الصهيوني المجرم، وضع ينذر بانهيار وشيك لا سيما مع المظاهرات المزمعة في 27 أكتوبر الجاري. أحمد خير الدين. قد تكون الأكبر في تاريخ المغرب وقفة احتجاجية دعا إليها الاتحاد الوطني للشغل كل العمال للمشاركة بقوة يوم 27 من أكتوبر الجاري أمام مقر البرلمان، تنديدا بغلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطن. بدورها تواصل حكومة المخزن صب الزيت على النار بفعل سياساتها الرعناء، متجاهلة بذلك اتساع دائرة الفقر في البلاد وتغذية الاحتقان الاجتماعي. لقد بات الشعب المغربي اليوم يعيش ظروفا استثنائية يطبعها الفقر المدقع في ظل استمرار موجة الغلاء القياسي للأسعار. واش واحد ما لقي ما ياكل فطاره وكتقول له راه تكون في وجده ولا زراده راه ما لقي ما ياكل. حشود كبيرة طيلة السنوات الماضية تجمهرت وتواصل الاحتجاج في مختلف المدن المغربية مطالبة حكومة المخزن بقرارات لفائدة المواطن الذي أصبح يصارع من أجل البقاء بين مطرقة الفقر وغلاء المعيشة وسندان الفساد والظلم المتفشي في أرجاء البلاد. إنها واحدة من بين المشاهد المتكررة في المغرب، احتجاجات واعتصامات وإضرابات أضحت روتينا يوميا علها تخفف بعضا من معاناة الشعب المغربي الذي أضحى مستقبله مرهونا بيد عصبة حاكمة أتت على ثروات البلاد ومقدراتها واسترهبت جموع المواطنين.
في لبنان تجدد القصف الصهيوني العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة آخرين، فيما ارتقى 5 شهداء وأصيب العشرات في غارة صهيونية استهدفت مدينة الهرمل بمحافظة بعلبك. هذا وارتفعت حصيلة شهداء غارة الكيان الصهيوني على منطقة الجناح في محيط مستشفى الحريري بالعاصمة بيروت إلى 13 شهيدا، بينهم طفل و57 جريحا، لترتفع حصيلة الغارات الصهيونية على لبنان إلى أزيد من 2480 شهيدا وأكثر من 11600 جريح منذ بدء العدوان، إلى جانب نزوح أكثر من 1 مليون شخص من منازلهم. وفي تطورات حرب الإبادة الصهيونية على غزة، استشهد 20 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف لجيش الاحتلال الصهيوني اليوم على مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا شمال القطاع. هذا ويواصل الاحتلال حصاره لشمال قطاع غزة ومنع إدخال المواد الغذائية لليوم 18 على التوالي، إلى جانب إجبار الفلسطينيين على النزوح قسرا في وقت يرفض فيه ما يزيد عن 10,000 فلسطيني ببيت لاهيا نزوح إلى الجنوب. وفي الضفة الغربية المحتلة اندلعت مواجهات بين شباب فلسطيني وقوات الاحتلال الصهيوني شرق مدينة نابلس، فيما شهدت عدة مدن وبلدات حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وشهداء الكلمة، نظمت صباح اليوم المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين وقفة تضامنية بدار الصحافة طهر جوت، شارك فيها وفد عن حركة حماس وأعضاء من المكتب الوطني للصحفيين الجزائريين. المناسبة كانت أيضا لتأكيد موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة في العالم. نحيي اليوم الوطني للصحافة وقفة إجلال وإكبار للصحفيين شهداء الكلمة الفلسطينيين الذين ينقلون للعالم الصور المرعبة والدموية عن العدوان الجائر ضد الشعب الفلسطيني ويثيقون الجرائم الصهيونية ضد المدنيين العزل تحت وطأة الإبادة المتواصلة في ظل الصمت الدولي. ونختم من إحدى الوجهات المفضلة للباحثين عن السكينة والهدوء وسط طبيعة تستهوي عشاق التخييم والطبيعة الصحراوية ببوادي ولاية طمنراست، دليلنا إليها محمد برمكي. البادية من أكثر الوجهات السياحية مقصدا بولاية طمنغست، وما يزيدها بهاء هذه الأيام اخضرار نباتاتها وتدفق أوديتها. ومع انطلاق موسم السياحة لهذا العام تكثر الخرجات السياحية جماعات وفرادى من أجل الاستمتاع واكتشاف أسرار منطقة الأهجار الآهلة بالمناظر الطبيعية المختلفة. طمنراست بلاد زينة ما شاء الله، مليحة، راهي نظيفة، شوفوا الماء الله يبارك كاين موجود. ولاية طمنراست ولاية سياحية بامتياز، عندها أماكن أكثر من خلابة، وهذا الشيء موجود أمامكم إلا قليل. التخييم في رحاب أودية الهجار له نكهة خاصة، فكل شيء هنا بطعمه الأصلي الخالص، وما يزيد المكان جمالا ظلال شجرة الأكاسيا صيدلية الصحراء. لاحظنا فيها مناظر خلابة وجميلة وإبداع. وهذه المنطقة راه كيما درك تشوف، الماء نتاعها ما يحبس لا صيف لا شتاء، خارج عين من عند ربي سبحان الله. وصافي وراه فيه الدواء وفيه كلش. طمنغست عاصمة السياحة الصحراوية ووجهة مفضلة بالنسبة للكثير من السياح. مقومات كبيرة تنميتها والحفاظ عليها خطوة نحو النهوض بواقع السياحة في البلاد.
الخامسة تمت قبل أن نفترق قراءة ثانية لعناوينها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يترأس جلسة عمل مع أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته. تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وقطر، افتتاح أول معرض للمنتجات الجزائرية بالعاصمة القطرية الدوحة. بولاية إليزي وضمن جهود الاستجابة لانشغالات المواطن، مستشفى جديد بسعة 60 سرير يدخل الخدمة قريباً بدائرة برج عمر إدريس. وتابعنا المخزن يتبنى ضمن الإجماع قراراً أممياً يؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إقرار بالانفصام الدبلوماسي الخطير، ويغرق في مستنقع التطبيع ويواصل تأجيج الشارع المغربي. وفي فلسطين المحتلة استشهاد 20 فلسطينياً في قصف صهيوني على جباليا وبيت لاهيا. وفي لبنان 13 شهيداً في غارة صهيونية على محيط مستشفى بيروت. ألقاكم بخير.